سادة نظارة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فضاء المجتمع المدني. خليني أذكركم بأن الفضاء هذا مجعول باش يكون يوصل صوت المجتمع المدني ويكون وسيلة للمجتمع المدني للتواصل والتفاعل باش يلعب دوره في إخراج البلاد من الأزمة الحالية ووضعها على سكة التنمية والازدهار من خلال الحملة اللي تحدثنا عليها عديد المرات اللي هي تونس نبنيها بيدينا. وين وصلنا في الحملة هذه وفي الخطوة هذه؟ اليوم ولا عنا برنامج شامل للبلاد، فيه خطة تنموية وخطة لإشعاع تونس وخطة لسيادة الشعب. والبرنامج هذايا تمت صياغته بعد التفاعل مع عديد الولايات خاصة في الجهات الداخلية، بحيث نحن اليوم عنا برنامج نابع من المجتمع المدني. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم هو شنو الخطوات الجاية؟ شنو اللي نجم يعمل المجتمع المدني باش يلعب دور هام في الخطوات والمراحل والمحطات الجاية اللي هي مصيرية للبلاد، اللي هي الانتخابات والتنمية؟ شنو الشيء اللي يمكن المجتمع المدني ويجب عليه أن يعمله في الانتخابات الجاية؟ وشنو الشيء اللي نجم يعمله في التنمية الجهوية؟ وهل المجتمع المدني قادر على هذا؟ للإجابة على الأسئلة دي اليوم يحصل لي شرف بأن يحضر معايا الأخت حياة حليمي، اللي هي عضوة في الهيئة المديرة لجمعية تيجار، وهي جمعية مواطنة وتناصف، مواطنة متناصفة. والأخ حجلاوي فؤاد ناشط من المجتمع المدني، وهم اليوم حاضرين معايا باش نعالجوا المشكلة هذه، وحضورهم هو نموذج لما للنشطاء في المجتمع المدني خاصة في المناطق الداخلية، لأنهم بتفاعل يومي وكل أسبوع هم في مناطق مختلفة وعندهم دراية ومعرفة بالمجتمع المدني. ولهذا نبدو بالأخت حياة، ما يمكن أن يفعله المجتمع المدني مادام ولا عنا برنامج؟ شنو الشيء اللي نجم نعمله تو على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي باش في الاستحقاقات الجاية فعلا نجحوا بلادنا في الانتخابات وفي التنمية المحلية؟ دور المجتمع المدني هو دور كبير برشا، ولا عاتق ومهمة كبيرة برشا. بما أنه البرنامج حاضر، المجتمع المدني تويزمه يتفاعل مع البرنامج ويسانده ويدخل بقوة لتفعيل هالبرنامج هذا باش نخرجوا من بلادنا من الأزمة الخانقة اللي هي فيها، وخاصة الأزمة التنموية. يجب بالحق حلول جذرية للتنمية باش نجموا نوصلوا ببلادنا ونحققوا مطالب هالثورة اللي هي أساسا معناتها تعملت على مطالب تنموية وعدالة جهوية. هذا أهم معناتها أهم برنامج يلزم المجتمع المدني يكون حاضر بقوة ويكون معناتها يمثل بالحق معناتها المطالب نتاع الجهات وخاصة الجهات الداخلية، ويوجد معناتها يقدم الحلول هذه اللي هي بالحق الحقيقة هي حلول تنموية بالأساس. معناتها إنو فوا لقينا معناتها تضامن وملقينا معناتها إقبال معناتها من المجتمع المدني، رانا قادرين باش نفرضوا هالبرامج نتاعنا هذه، وباش نخلوا أصحاب القرار ولا رجال السياسة ولا السادة ولا المتحكمين توا في البلاد باش يمشوا معنا ويخدموا ويقرواحهم مجبرين باش يتبعوا المجتمع المدني. والمجتمع المدني راهو قام دور كبير برشا في كتابة الدستور، لكن توا يزمو يكمل باش يوصل ويحل هالمشاكل التنموية هذه ويخلينا نخرجوا من الأزمة الخانقة اللي نحنا قاعدين نشوفوا فيه معتها معتها في إشارات عليها، لكن راو ثم حلول ورانا قادرين باش نتفادوا هالأزمة هذه إن شاء الله. سي فؤاد، ما يمكن المجتمع المدني أن يفعله مادام ولا عنا برنامج؟ شنو هو الخطوات الجاية وشنو اللي يجب يعمله المجتمع المدني؟ بارك الله فيك دكتور وعلى استضافة. أنا باش ناخذ السؤال متاعك وباش نطرح السؤال الآخر، سهل برشا أنه نحكيه على ما يجب أن يكون، لكن ما هو كائن شيء آخر. اللي نجم يلعب المجتمع المدني أدوار كبيرة، المجتمع المدني كرديف ولا كمقابل ولا ككاتاليزور للحراك الموجود في البلاد، إن كان سياسي اجتماعي، والمجتمع المدني بحكم خاصيته أنه يختص، يعني الجمعية تختص بنشاط معين لكن مع ذلك تهتم. أنا بس نحكي معناها هي تساؤلات ويمكن في إطار الحوار نجم نتطرق لها. الكائن هو أنه المجتمع المدني ليس كتلة،
المجتمع المدني عدد كبير من الجمعيات لكن ما هوش معامل أهداف محددة، تلقى مجهودات متفرقة منه ومننا لكنها صيحة في وادي أحيانا، تؤتي أكلها في بعض في مناسبات ظرفية لكن إفادتها يعني تضيع مع الوقت، اللي هو ينجم يعمل المجتمع المدني مسألة كبيرة برشا. لكن الواقع وما هو كائن أنا حسب رأيي هو أنه ثم بهتة من الناس كل، بهتة من الطبقة السياسية، الأحزاب تلوج على تموضع جديد وتفكر. وأنا على فكرة نركز ما ينبغي أن يفعله، نحكي في الفترة والاستحقاق القادم هذا، لأنه من خلاله هو بس تتحدد برشا حاجات، الاستحقاق الانتخابي وراه هو بس نحكيه على التنمية، وإلا ما نحكيهوش على التنمية. دونك المجتمع السياسي باقي يلوج على تموضع جديد، إعادة تحرك، كيف الجيش في بعض المعارك يبدأ يبدل في مواقعه. النخبة مستقيلة وتنتظر، نخبة مستقيلة وتنتظر أين وين البديل، وين باش تمشي، وما عندهاش وما طرحتش البديل. المواطن العادي حاير ويلوج على المسار الثالث، وباقي والمواطن العادي شغلته أكثر همومه اليومين. بقى المجتمع المدني اللي هو على عاتقه تنجم تلقى برشا حاجات من حيث التوعية ولا التعبئة ولا حث الأحزاب ولا حث النخب السياسية وإلا اقتراح برامج. هذا المنوط بعهده تو، وهذا دوره تو حاليا، لكن المجتمع المدني ما هوش باقي يعمل في الدور هذا. كيف كما حكيت قبل شوية، نحكي المجتمع المدني حتى الموجودين 17,000 جمعية، معنا ممكن ما نجمش أتجاوز نفسي وقدرتي يعني نحكي عليهم الكل، لكن على الأقل الظاهر تو بعض المحاولات منا، لكن ما ثمش لسينرجي تضافر الجهود تحديد هدف والاتفاق حول أنه راهي الانتخابات الجاية مرحلة مهمة ياسر، مرحلة كبيرة، وفي ضمن الانتخابات حتى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاجتماع اللي حضرناه قبل في نهار 6 ماي، يعني الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي هي الموتور ولا اللي هي الكاتاليزور ولا اللي هي الأداة الفنية للانتخابات الجاية هي نفسها حائرة تو ومعول على المجتمع، ومعول على المجتمع المدني تستنجد بالمجتمع المدني، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات حايرة، لا حكايات على ميزانية ولا حكايات، لأني استنى في الحوار الوطني هل أنه الانتخابات متزامنة مش متزامنة، شكون قبل شكون بعد. في إطار الحيرة والبهتة الموجودة هذا كلها، أهم دو ولا الناس كلها معلقة المفروض الأمال، الجانب الأقرب واللي بلي بيرتينون باش يتحرك تو هو المجتمع المدني، لكنه ماهوش باقي يتحرك، لأنه المجتمع المدني بقى متقوقع في فصل قانوني بسيط، قانون الجمعيات، وما فهموش. لما تحكي على الانتخابات يقول لك انت تحكي على السياسه، شنو المعنى نحكي على السياسه؟ مانيش نحكي على تحكي على الاحزاب، انت متحزب. في نفس الوقت كثير من المجتمع المدني وكثير من الجمعيات هي حديقه خلفيه ولا للاحزاب. اذا الحيره موجوده، لكن انا راني كيف حكيت هذا ما هو كائن لكن ماهوش ضبابي، معنا الحل فيه سهل، الحل فيه هو أنه المجتمع المدني ومعه الشخصيات والوطنية وغيره والنقابية وحتى المؤسسات يعني التنظيمات كان النقابات كان اتحاد عراف كان وغيره، معنا راهم ينجموا وتو هذا دورهم في ودورهم في الشهر شهرين هذا، خاطر من بعد راهو كل واحد باش يركب في المركب بتاعه وما احناش عارفين. إذا المجتمع المدني تو دوره التوعية والتعبئة وتنوير الناس، ونفسه هو المجتمع المدني يكون أداة اقتراح، وتكون ثم دي كونسولت، تكون ثم لجان خاصة بالجانب الاجتماعي بالجانب الاقتصادي، يعني ويتعمل ريزوتاج على مستوى الجمهورية الكل، كل جمعية في المجتمع المدني، وكما نحكي على الأقل اللي اتصلنا بهم واللي قابلناهم في عديد الاجتماعات وفي كل ولايات الجمهورية ينتظرون مبادرة حتى يقيمه، ما عملوش مبادرة وما اجتمعوش وإيجا نوار سير بلون نكتبوا شنو اللي لازمنا، شنو الاستحقاقات الجاية. ونفس المجتمع هذا المدني هذا اللي أتوقعه إذا كان بقينا بالمسار هذا هو اللي بعد الانتخابات باش يكثر انتقاد والانتخابات وباش يكثر وباش تتقال برشا في حالة لا قدر الله أني ما صارتش كما ينتظره عامة الشعب على الأقل، راهو كانت فيها الديفو الفلاني، راهو كانت كذا، لو أنه شاركنا، لو أنه كذا، ونبقوا نتحسروا ومن غير ما قلب. دونك المسألة هي مربوطة اليوم ما أكثرش من شهر شهرين المجتمع المدني توا دوره، ونجم من خلال الفاعلية وحركة المجتمع المدني تتحدد اتجاهات الانتخابات. ما نحكيش على أحزاب، نحكي على برامج ونحكي على واضح. إذا كان فالتدبئ والتشخيص هذا شي فؤاد على كل افتصالاتنا مع الجهات يشاطرك فيه يمكن 80% من المجتمع المدني
ومن حتى الأحزاب بأنه فعلا ثم تذبذب كبير على مستوى الأحزاب وإعادة توزيع الأوراق، ثم تردد وبهتة، وحتى الهيئة العليا فعلا حائرة وتستنجد بالمجتمع المدني. وانت ركزت على نقطة أخرى، لأنه المجتمع المدني مطلوب منه بأن يلعب الدور هذا، ولكن مازال متشتت. طيب شنو الشيء اللي نجمو نعملوه على المجتمع المدني باش نقاوموا هالتشتت هدايا على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي؟ الأخت حياة عندك إضافة؟ أنا الحقيقة ملومش المجتمع المدني، خطر أولا تجربته معتها قصيرة، خطر المجتمع المدني وقتاش بدا معتها في تونس، وقتاش كان بعد الثورة كيف وكما كيف الأحزاب، لكن الحقيقة المجتمع المدني متقدم نوعا ما على الأحزاب، ربما خطر رؤيته تكون أوسع والأحزاب عندها حساباتها الضيقة. لكن أنا نشوفه هل 17,000 هذه جمعية أو منظمة، الحقيقة على أرض الواقع ما هيش كلها موجودة، أما الناشطين في المجتمع المدني رام قادرين باش نوحدوهم، صحيح في 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 عملية التشبيك، لكن أنا نشوف اللي أهم نقطة التجميع هالمجتمع المدني هذا هو تكون برنامج، والبرنامج خطر رو الحقيقة كنا نخزروا بالجدال الثورة وكل رو أساس الثورة هي تعملت على التنمية، كان يتحط برنامج تنموي ويقنع العباد كل تونوك المجتمع المدني بطبيعته معناتها تلم وبش معناتها يدافع عليك البرنامج هذاك. شوف أنا الخطوة اللي هي معناتها استعجالية نقوم بها تو هو تحضير برنامج، والبرنامج هذا يلزم يطلع عليه المجتمع المدني ويعطي رأيه فيه، والبرنامج هذا يكون مجتمع تنوي بما فيه الاستحقاقات القادمة اللي هي الانتخابات، مش باش نخلوه حتى بعد الانتخابات كما كان يحكي خويا صحيح راه باش يوقع هذا، كان يبقوا يتفرجوا، أما تو يلزم يكون يكونوا حاضرين، ويكون البرنامج هذا التنموي بالحق معناتها يقنع المجتمع المدني ويقدم حلول حقيقية للجهات وللمشاكل والمعناتها اللي من أجلها قامت الثورة. فنشوفوا نحن في المناطق الداخلية لكن تتعمل معناتها برامج تنموية اللي بالحق تستوعب معناتها اليد العاملة وتستوعب تو بطبيعتنا نلقوا الجمعية الموجودة والنشطاء في المجتمع المدني كل رامي يتلفوا حولها ويدعموها معناتها، وعلى مستوى وطني راو المجتمع المدني راه بالحق لعب دور معناتها هام وهام جدا، لكن توا يلزم كما كان يحكي صديقنا يلزم يكون حاضر في المحطة سيرتو في البريود هذه، خاطر ثم برشا حاجات قاعدة تتحضر يلزم يكون حاضر لها، من بينها الحوار الاقتصادي اللي باش يتعمل يلزم يكون المجتمع حاضر ويعطي رأيه فيه، الحوار الوطني هل معناتها القرارات اللي قاعدة تأخذ فيها هالحكومة ذي اللي هي حكومة رية مفروض حكومة وقتية قاعدة تأخذ في قرارات معناتها مصيرية معناتها قرارات للبلاد اللي مش يلزم يكونوا حاضرين، وهيت نحن نعجلوا معناتها بالبرنامج هذا خلينا نلموا له ماكسيموم تاع عباد باش نجم تساندوا من مواطنين ومن منظمات ومن جمعيات. جميل، إذا المجتمع المدني يبدو وأنه هو ربما الخلاص بلاد لا يأتي من المجتمع المدني في ظروفنا الحالية. سي فؤاد ركز على تشتت المجتمع المدني، وانت ترى بأن توحيد المجتمع المدني وتفاعله مع بعضه يكون من خلال برنامج تنموي. خلينا نتسألوا بعد الاستراحة الجاية كيفاش على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي كيفاش نجمو نوحدوا نخلقوا هالوحدة وهالتشابك مع بين مكونات المجتمع المدني، وشنو اللي ساير لحد الآن، شنو المبادرات، لأن ثم نشاط كبير في المجتمع المدني في الجهات، شنو السائر بعد الاستراحة؟ إذا النقطة الأولى هي شنو الشيء اللي نجم يعمل المجتمع المدني انطلاقا من التشتت هذا والتركيز على البرنامج على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي، برنامج شامل على المستوى الوطني وبرنامج تنموي على المستوى الجهوي، وخاصة شنو المبادرات اللي وقعت لحد الآن واللي نجمه نبنوا عليها، ولكن بعد استراحة قصيرة. يا هنا الكاني مثلي ما يهمه من ومن، أنتم أصحاب الفخامة والزعامة والدريلان،
يا لنا كان مثلي ما يهمه من ومن. أنتم أصحاب الفخامة والزعامة وأدري لن نكون في يوم منكم يشهد الله والزمن. أنا حلمي كلمة واحدة إن يظل عندي وطن. لن نكون في يوم منكم يشهد الله والزمن. أنا حلمي بس كلمة إن يظل عندي وطن. لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن. لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن. خذوا المناصب والمكاسب. طيب مرحبا بكم من جديد في النصف الثاني من الحلقة هذه. إذن سي فؤاد والأخت حياة حاولوا نجاوب على تساؤل دقيق هو: طيب إذا كان الخلاص ما يجي إلا من المجتمع المدني، وإذا كان المجتمع المدني متشتت، وإذا كان وحدته ربما تكون حول برنامج وطني وبرنامج تنموي للجهاد، كيفاش نجم عمليا نعاون المجتمع المدني؟ كيفاش مكونات المجتمع المدني تنجم تخدم مع بعضها؟ وهل هناك محاولات ومبادرات إلى حد الآن في الاتجاه هذا؟ نبدو بك أنت الأخت حياة. والله الحقيقة ثم العديد من المبادرات باش نحقق التناصف. وإحنا رانا جمعية تجار مواطنة متناصفة، هذا كلب نظريتنا في الجمعية. هو الحقيقة تعملت برشا أشكال لتجميع المجتمع المدني، معناتها في برشا معناتها خطر. علاش بعد الثورة شط برشا جمعيات باش تعمل التشبيك، لكن الحقيقة ما نجحتش. خط التشبيك ما يجيش هكاك، يلزم في أرض الواقع تجمعنا معناتها معناتها القضايا وتعضي الرؤى، تكون الرؤى متوحدة نجمعوا، مش هكاك خط التشبيك عمليا. أنت شنو اللي تدعي له الناس باش يقع التشابك هذايا وهالتجمع وهال عمليا يلزم عمليا. يلزم المنظمات والجمعيات اللي عندها رؤية معناتها موحده، معناتها رؤيه لتونس، معناتها كيفاش نحبها، اللي يحبوا يبنوا تونس، يحبوا يبنوا تونس ويحبوا يبنوها في الجانب الصحيح. طبعا. اللي يكونوا بالحق اوفياء للمطالب اللي تعاملت معها من اجل الثوره، معناتها اللي هي دوله مدنيه، اللي هي معناتها مش مجتمع مدني، تنميه وشغل، اللي هي ديمقراطيه. طبعا. اللي هي مساواه، اللي هي عداله اجتماعيه، هذا نتفقوا عليه. نحن كمجتمع مدني لازمنا نكون واضحين، معناتها شنو اللي نحبوا نعملوه من في مجال التنميه، شنو نحبوا نعملوه معناتها في المسار السياسي اللي هو الانتخابات، وكيفاش باش نوصلوا معناتها نحقوا انتخابات تكون فعلا انتخابات شفافه ونزيهه. خاطر الانتخابات اللي فاتت الحقيقه راهي فيها برشا شوائب، وكل مش وقته باش نحكوا عليها. اما يلزم المجتمع المدني يكون حاضر باش الانتخابات تكون انتخابات صحيحه، ويلزم زاده يكون عندنا برنامج تنموي اللي نتوحدوا عليه، اللي راهو الحقيقه تو كي نحكوا دكتور. انا نقطه نحب ديما نوضحها، اللي راهو كي نحكوا على المجتمع المدني راهو مش في معناتها نحكوا على المجتمع المدني خارج والمجتمع السياسي، لا راهو المجتمع المدني ككل. حتى باش ننجحوا بتونس يلزم المنظمات والسياسيين زاد، لازم السياسيين زاد يتعاونوا معنا، ونحن كمجتمع مدني لازم نضغطوا على السياسيين باش يجيبوهم معنا. هذا من الاهداف فمتني. هو توحد حول برنامج تنموي وطني وبرنامج تنموي جهوي. توا الاليات شنو الشيء نجم نعملوه بصفه عمليه، وشنو المبادرات اللي موجوده لحد الان حسب اطلاعاتك انت سي فؤاد ونشاطاتك اللي هي 25 ساعه في كل يوم؟ باهي وما نلحقوش تفاعلا، معناها ما نيش باش نطيل ونجي لسؤالك بالضبط. يعني هو ديما كيف المجتمع المدني او الجمعيات بشكل عام لما يتحكى وشنو دوركم وش بكم عملتوش وش بكم بادرتوش، ديما ترجع الاجابه انه فوالا راهو من الجزائر وبدينا وكذا، في حين انه اكثر من 90% من الاحزاب هي زادت تاسست بعد الثوره، فالكل اعمارها صغيره.
المسار الديمقراطي نفسه عمره صغير. هذا ما هوش إلا بأنه نتقاعس عن دورنا وأنه معناها تقل المبادرة متاعنا، تقل الاستجابة متاعنا. باهي كيفاش هو لازم يجتمع المجتمع المدني، لازم يتوحد، لازم تمام. لازم لازم، لكن كيفاش لازم هذه تتبرمج بالضبط؟ هو كلها الوعي اكيد، وان شاء الله كله كنا واعيين، لكن يلزمها مبادره، يلزم شكون ياخذ الانيشياتيف. معناها على طبعا الاجتماع اللي صار مؤخرا في 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 سيدي بوزيد واللي ضم تقريبا 37 جمعيه، معناها كان بادره من من من, من جمعيه مركز دراسات استراتيجيه والتنميه. والحقيقة الفضل مش لي هو بركة الجمعية هذه، لأنه ثم استجابة وفما عديد الجمعيات معناها استجابت وجات. اللي يفتقد حاجة معناها النصف الكاس المليان، أنه ثم استجابة. يعني الجمعيات لما تلقى مسار معين، لما تلقى بديل، لما تلقى تحس أنه ثم فضاء، ثم استعداد وثم وحي، عندهم استعداد عمليين اللي ترجموه، اللي يلزم يترجم من خلال، وهذاك يمكن تجربة يلزم، وهذا هو اللي ماشيين فيه إن شاء الله، أنه الهدف الكبير بأنه تتكون مجلس وطني أعلى، مجلس وطني للجمعيات للمجتمع المدني. ولهنا مازال ثم نقاش هل أنه المجلس الوطني هو يتأسس قبله بعد يتفرع وإلا الجهات، أما المهم يلزم يكون فما أونسانت وإلا وعاء محضنة للجمعيات هذه، وتكون مفتوحة، وهي ديجا مفتوحة لكل الجمعيات في الجمهورية التونسية، وهي اللي من خلالها هي باش بالضبط في. وأنا الدعوة متاعي لهنا لأنه الوقت ما هوش لصالحنا، معنا كل هذا يلزم يتبلور في شهر شهرين. أي واحد يمشي بتسأل يقولك شهر شهرين ماكش باش تعمل معجزة، أكيد، لكنه لما تفوت شهر وشهرين للمعجزة ولا أقل من المعجزة النجم يتعمل. وفي يمكن في ظل لونسانت هذه تنجم تتبلور برشا افكار، وتنجم تتعمل برنامج. طبعا الجمعيات كلها تزخر بالخبرات وتزخر بالكفاءات كلهم في ميدانه، وعلى ضوء هذا من هنا نجم نقولوا انه المجتمع المدني هو بيدو خلاص تونس، اما بالطريقه اللي هو بها تو لا بيدو خلاص تونس ولا حتى خلاص نفسه. يعني برنامج وهيكله على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي، اذا كان فهمت من كلامكم. وعمليا شنو الخطوات اللي قاعده تتاقع تو و عملين هو 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 تو عملين اللي صار معناها الدعوة هذه، وفما إيكيب تو باقي يخدم معناها والأوبجكتيف متاعه أنه أكثر من 100 جمعية في ظرف جمعة أو 10 أيام تتكون، ومن خلال في 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 إطار هل في إطار هل المجلس هذا المجلس الوطني هذا لتكوين المجلس هذا معناها خطر 30 جمعية ما تكونش مجلس وطني، تمام. وهذا معناها هذا زاد الفقير بما لديه. هذه مبادرة عملتها جمعية، نجم تكون عديد المبادرات من جمعيات أخرى، وما يلزمش كل واحد يكتف إيده زاد وينتظر بأنه لا يكتف إيده وينتظر الدعوة. ولا احنا كمركز دراسات ندعي بانه باش نحلوا المشاكل الكل، ما نجموش، نجموا نقترح ونبقوا ديما نجموا، خاطر فما حل اخر نكتف فيديو ونتفرج وننقد. احنا اون ابري لانيسياتيف فوالا نو سوم راهو ومدين يدينا وخلي الناس تجي، واذا كان ثم ما افضل نمشيو معاه. اما ضروري يكون فما حركيه وتكون ثم ايجابيه في التفاعل، طبعا باخذ خاطر كلنا اغرقنا في التشخيص راهو مجتمع مدني وسياسي. وهذا علاش انا نلح عليكم عمليا، يعني ثم هالمحاوله هذايا فريق لي ثم فريق انا قلت لك ثم فريق تنظيم يتصل بالاوبجكتيف نتاعو باش اكثر من 100 جمعيه في ظرف جمعه 10 ايام، ومحلو مفتوح لل مفتوح طبعا للناس كلها، مفتوح للناس كلها يتصل بي. ويلزم طبعا الفريق هذا ماشي يكون باتصالات، ماشي يكون باتصالات بالضبط. والمساله لهنا راهي التكوين المجلس ماهوش او توحد راه ماهوش هدف، تمام، راه هو الوسيله اللي من خلالها ينجم المجتمع المدني يخدم لصالح الانتخابات، يكون مؤثر وتفرز الانتخابات. احنا ما يهمناش الالوان السياسيه، اما تفرز برامج، لانه راهو الانتخابات الجايه والناس كلها مش عارف اكيد عندها الوعي وخير مني، اما ماهيش قاعد يترجم الوعي هذا. راهي الانتخابات الجايه ماهيش لعبه، تمام، راهي الانتخابات الجايه تحدد فيها مصير البلاد، باش تحدد فيها مصير البلاد كلها راهو بتشي. وراهو بلادنا تونس هو كنا كانت عندها شويه نفس باش تعاني 3 سنين، تو ما عادش عندها نفس، راهو مانيش نخوف، اما راهو هذا هو الواقع، هذا الواقع. دونك كل الفعاليات، كل مكونات المجتمع يلزمها تقوم بدورها. انا حاليا رابي انه ويمكن حتى تتفتح لنا شويه امل للناس العاديين، للناس اللي نتصلوا بهم نحن كل يوم، والناس العاديين راهو مش لازم يكون
في آخر الدنيا راهو موجود معنا كل يوم مقابله في الشارع، تتفتح شوية رؤية أمل، وعلى الأقل معنا مع بعضنا فيصير فما تفاعل، وترجع الثقة، ترجع الثقة في الانتخابات نفسها كحدث. تمام. لأنه الإقبال عليها هو مهم. كحدث وكخلاص ومرحلة. كحدث يعني من خلاله هو، من خلاله هو باش تتفتح الأمل وتتعاون، ومن خلاله هو تتعاون، نعاونوا الهيئة المستقلة للانتخابات ونعاونوا نحن بعضنا كمجتمع مدني. وراهو هال 17,000 جمعية هذوما على الورق ما موجودة، إذا من كل جمعية ثم 10 من الناس برك، شوف أنت الرقم شو مش يوصل. تمام. 10 من الناس كثير وقوي جدا. شوف أنت تأثير. وهذا هو. طيب إذا هذه خطوة أولى، محاولة لتنظيم المجتمع المدني وتشبيكه من خلال الهيكلة هذه، المجلس على مستوى البرنامج. ساعة ثم هل ثمش محاولات على مستوى القصرين أو الولايات اللي تعمل معهم أنت؟ وعلى مستوى البرنامج شنو الشيء اللي نجم نعملوه باش نوحدوا الناس حول البرنامج؟ لأن يعني فكرتك كانت إذا كان توفر برنامج يركز على التنمية يكون هو المساعد باش نوحد المجتمع المدني. هل من مبادرات وكيف التوحيد حول البرنامج؟ احنا الحقيقة مشينا في المبادرة متاع معتها بعث معتها مجالس جهوية للتنمية، خاطر الحقيقة المجالس الجهوية للتنمية مش باش انتوا سابقين للأحداث، هي موجودة في الدستور لكن باهي باش تحضروا لها. اي خاطر هو الدستور معتها مكسب به انه ولت معتها ثم باب للسلطات المحلية ولا مركزية واللي المجالس الجهوية للتنمية باش تعود مجالس منتخبة، لكن من هنا لتفعيلها باش تاخذ برشا وقت. تمام. احنا كمجتمع مدني سي فؤاد ما عادش البلاد تستنى، وهذا الناس تستنى خاطر نحن في وضع صعيب وحرج، معناتها لازمناش معناتها نزيدوا نستنوا. وقت اللي باش نعملوا نحن كمجتمع مدني نبادروا ونعملوا مجالس جهوية، باش نعوضوا المجالس الجهوية سميها هيئة جهوية للتنمية باش تفرق شوية، لكن باش نحضروا الأرضية، باش نحضروا حتى ما يكفيش انه برامج برك، حتى نحضروا معناتها الطاقات البشرية اللي بعد باش نسحقوا لها سواء في الانتخابات، معناتها تكون عندها برامج وتكون حاضرة لما لا تدخل هي مرة أخرى في الانتخابات، وربما تكون معناتها موجودة في المجلس الجهوي المنتخبة. يزن وذاك علاش قلت الأهم هو البرامج اللي نعملوا نحن المجلس الجهوي هذه تكون عندها برامج، راهي باش تقنع العباد، وراهي باش تلم معناتها المواطنين والمنظمات والجمعيات باش تنخرط الكل معاها، وباش تصبح هي معناتها وسيلة ضغط، وسيلة ضغط، لكن وسيلة ضغط واقتراح زادة وتقديم البديل. راهو زادة نحن مانيش باش نضغطوا، كان نضغطوا باش نحسنوا باش نعاونوا، راهو نضغطوا زادة باش نعاونوا السلطات، خاطر الحقيقة كما كان يحكي صديقنا راهي الانتخابات الجاية راهي انتخابات مصيرية، راهو اللي باش يشد البلاد وباش يحكم لمدة 5 سنين، راهو بالحق باش يعطي نموذج المجتمعي اللي نحن نخافوا لما يكون مش كيما نحبوا نحن. وذاك علاش كمجتمع لازمنا نكونوا حاضرين والبرامج نتاعنا تكون حاضرة، وندعو السياسيين نتاعنا مانيش نحنا مانيش في مواجهة معهم، وندعو المجتمع المدني والسياسيين هيت مع بعضنا كلنا معني نعطوا صورة صحيحة لبلادنا، نشوفوا النقاط الأساسية اللي تعملت عليها ثورة بالحق، ونشوفوا منقوش نحكوا هكاك وتجاذبات سياسية ومنا يمين ومنا يسار ومنا وسط، لا هيت تونس علاش تعملت فيها ثورة، هيت برنامج يمس العباد الكل ويحل مشاكلك العباد المهمشة بالحق اللي خطر في الجهات الداخلية هي القامت بالثورة، ويستعمل كل الموارد الموجودة في الجهات هي الجهات الداخلية قامت بالثورة، لكن هاو عنا 3 سنين ما تحقق حتى شيء، وتوا زيد خايفين لا زيد تجي انتخابات ونكونوا ماناش حاضرين وأصواتنا مشي حاضرة، وزيد برا سنة عاد بعد 5 سنين اللي معاش نجم ترجع السفينة تنطلق ومعاش ترجع حتى شيء، إن شاء الله مش هذا إن شاء الله كلوا حاضرين. أما فيما يخص معناتها تجميع، راهو الحقيقة أنا في القصرين برشا جمعيات وبرشا منظمات وبرشا مواطنين يقولوا هات إيدنا على إيديكم، هات البركة خلينا ننطلق خلينا نبدو إذن خلاص تونس يبدو في الظروف الحالية ما يجي إلا على يد المجتمع المدني، على الأقل هذه الظروف الحالية. المجتمع المدني عنده تحدي كبير ومطالب بأنه ينظم نفسه ويضع حد للتشتت بتاعه من التنظيم والتشابك حول برنامج، هذه النقاط الأهمية. خلاص البلاد المجتمع المدني، المجتمع المدني ناقص توحد وتنظيم وتشبيك، وهذا يتم على مستوى الوطني وعلى مستوى الجهوي وخاصة على مستوى برامج. مش نخليكم توم زي كل واحد عندكم دقيقة أو دقيقة ونصف دقيقة. سي فؤاد شنو النداء اللي تحب توجهه للناس باش ينضموا ويقفوا البلاد في إطار هالمجلس أو هالتشبيك المجتمع المدني على المستوى الوطني، وانتي الأخت حياة على مستوى الجهات شنو النداء اللي تحب توجهه للناس
وتو نحطوا التليفون نتاعك باش يتصلوا بيك باش يكونوا هيئه جهويه للتنميه وبرامج جهويه للتنميه. شوفوا هاد نداءك للناس. والله معناها هنا نحب نبعد من مساله النداء على خاطر الناس كلها تفهم والناس كلها معناها اما هي دعوه دعوه لانه ما نكتفوش يدينا رغم اني انا تو مكتف يديا اما ما نكتفوش يدينا ونتحركوا شويه. هذه بادره هي صارت لكل واحد ينجم ينضم لها من المجتمع المدني من جمعيات طبعا بدون تحديد مجال جغرافي البلاد كلها. والغرض راهو الغرض مهم ياسر معناها الغرض انه حتى هذا يدخل في صلب دور المجتمع المدني في اي مرحله وفي اي بلاد وخاصه اذا كان حكينا مرحلتنا نحن توا في تونس وقادمين على اي سيونس مهمه دي جي سيونس مش معناها مش موعد واحد برشا مواعيد جايه. نبعدوا على موقع النقد برك تمام لانه كما ننقدوا ثم شكون ينقدنا. طيب الناس نظرا لضيق الوقت كيفاش نجموا يتصلوا؟ هل ثم سيت انترنت او تليفون او نعطوه اللي كيفاش الناس نجموا؟ شنو الدعوه هذه كيفاش الناس اللي يحبوا ينخرطوا في العمليه هذه والا ثم فريق ماشي يتصل بالجمعيات؟ هو الفريق موجود معناها ديجا الاخت حياه ده اللي صافي بارتي منه ونجموا معناها وهما ثنا مدعوون الفريق نفسه باش يتصل بالجمعيات وثم حتى شبكات التواصل الاجتماعي بكل انواعها مفتوحه وماهوش صعيب انه الفكره انه يلزم اكثر عدد ممكن وما من تو دعوه المساله ماهيش مساله عدديه مساله زاده كيفيه تمام يعني اللي باش يجي يلزم يكون مستعد باش يتفاعل ويفيد وفما حاجات مطروحه للنقاش اما ما نضيعوش لا وقتنا في النقاش معناها البيزنطي ولا في المثاليات برشا. اذا خلينا نتعصف عليك شوي الدعوه موجهه في كل جمعيه اللي تحب تشارك في العملية هذه بأني تصل لأخت حياة والمجال مفتوح لأي طرف ناشط أو جمعية مستقلة يحب يأخذ أخت حياة وزميلاتها وزملائها ما هيش وحدها طبعا هو سيتون إيكيب مجموعة على مستوى الجهوي الهيئات الجهوية للتنمية كيفاش نجموا نعملوها وشنو الكلمات اللي تنجمي أو النداء وإلا الدعوة اللي تحب توجهها باختصار أنا الحقيقة معناتها باسم التنسيقية اللي عملناها باش نجتمعوا معناتها باش نتصلوا بها بالجمعيات والمنظمات والأفراد معناتها ثم زادة شكون معناتها نشطاء عندهم نشطاء وعندهم حس وطني وخبراء ينجموا معناتها يفيدونا مرحبا بهم باش نعملوا احنا الحقيقة هالمجالس الجهوية اللي نقدتها العباد برشا واللي يحسوا اللي كانت فيها قرارات مسقطة واللي احنا تو جا الوقت باش نعملوا مجالس جهوية خاصة بنا معناتها تخص كل جهة تعطي تصور نتاعها ومرحبا بالعبيد الكل معناتها باي مواطن اي جمعيه سواء كبيره ولا صغيره راهي مرحبا بها باش تبني معنا تونس وباش تعطي تصور معناتها صحيح وباش تكون بالحق وماذا بينا كان كل جمعيه الناشطه في كل واحد في جهته يعطينا تصور كيفاش ينجم يشوف معناتها التنميه وكيفاش ينجم معناتها يحسن معناتها جهته وراه باش نعملوا هذه المجالس الجهويه في كل معناتها جهه وباش يكون ثم مجلس وطني يضم هالمجالس الجهويه هذه الكل وماذا بين الناس الكل تكون حاضره بصوتها باقتراحاتها بدعمها وراو الحقيقه راي تونس توا محتاجه لينا كمجتمع هذا هو تونس محتاجه لنا والتنميه الجهويه ولا تكون. اذا مش نشكر سي فؤاد والاخت حياد على المساهمه هذه اللي نستخلص منها وان المجتمع المدني مازال ماشي في تحركاته بعد العمل على برنامج وخطوط العريضه. اليوم يبدو انه ثم تحرك كبير في اتجاه التنظيم والتشبيك والتوحيد مكونات المجتمع المدني من خلال هيكله على المستوى الوطني بعد فريق لوضع وامكانيه وضع مجلس وطني للمجتمع المدني وعلى المستوى الجهوي على المستوى التنميه صياغه خطط تنمويه. ان شاء الله ربي يوفق تونس ومادام ثم مجتمع مدني من نوع هذايا مادام ان شاء الله بخير. وعودة ميمونة انت الى القصرين وانت سي فؤاد الى سيدي بوزيد وان كان نعرفكم في اغلب الاحيان انتم نشاطكم يشمل اغلب الجهات. تحياتي.